السلام عليكم. دابا عندي رؤية عادة التدوير ديال هاد الجلابة، جابت لي واحد الكليانة خدمتها لا شي نباتة ولا ما عرفتش، استعملت ليها هاد الماتسونو، هاد اسمحوا لي ماشي ماتسونو، عقيق. عقيق السيدة ملي لبست الجلابة ديالها وصبنتها خسر ليها العقيق، هانتوما كتشوفوا ما بقاش في لابغيونس ديالو، هذا ما بقاش في الدوغي، وهذا ما بقاش في الموف ديالو. كنتمنى يكون كيبان لكم بلاتي نشوف هنا، هانتوما سمحوا لي، هانتوما هنا قربوا عندي، شتي البيوضه كيفاش، هانتوما البيوضه. دابا جابتها لي، غنحلها ليها، نعاود ليها الموف، غنخدمها معاكم باش حتى نتوما الا الله يحفظ طحتوا في هذا المشكل تعرفوا كيفاش ديروا تفكوه راسكم. غنوريكم كيفاش ديروا تحلوا الجلابه. بالنسبه للمبتدئات ما كندويش على المتعلمات الصناعيات، الله يبارك ليهم، اللي هي مبتدئه وطاحت في هذا المشكل هذا، ولا عندها شي جلابات هي خسرت ليها، صايبيها لراسك بلا ما تديها لشي معلمه ولا شي نباته، ولا تبعي الخطوات اللي غندير لك ويكون خير ان شاء الله، وتصاوبيها لراسك تنقب عليك رخيصه. يلا بداو معايا. اللوهه نتوما كتشوفوا راه انا حليت، غنتبع معكم جميع المراحل، حليتها، عندي لكم هذا الجزء كيفاش ديروا تحلوها، وجزء باش ما نطولش عليكم، الجزء الاخر غنوريكم كيفاش ديروا او ميم طون تخدموا او ميم طون تحلوا. وسمحوا لي دغيا نجيب الكرايون ونرجع معكم. انا رجعت معكم، جبت الكرايون. تقولوا لي الكرايون علاش؟ حيت ملي غنحل، حيت انا ماشي انا اللي رشماها، انا كيف قلت لكم السيده جابتها لي نعاود لها العقيق. انا ما عرفتش السيده اللي كانت كترشم واش ديجا مطراسيه ولا كيفاش هي مطراسيه ولا الطراسه اش تمساح، هادشي علاش باش ما نطيحش في واحد المشكل انني غنغير ليها الرشمه، غنحط حدايا كرايون. مثلا انا حليت هادي، اون فوا نحلها نسالي منها هي الاولى غنطراسيها، فهمتوا؟ حليت هادي اون فوا نسالي منها ثاني غنطراسيها، وكذلك وانا غاده، ماشي حتى تحلوا الرشمه كامله عاد طراسيو. تقدري توقعي في واحد المشكل اننا الرشمه تكون مطراسياش عندك في الثوب، تمسح ليك تغيري، تقدر تقول لي انا غيرتي لي رشمه، وهي شنو الطلب ديالها؟ الطلب ديالها هو نبدل ليها هذا الموف، كيف قلت لكم المشكل في الاول هو هذا الموف بهات ليها. ما اش غنقول لكم، كاين شي ناس كيكون ماشي دوريجين وكيبيعوها على اساس انه دوريجين، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ما عليناش، انا غنحل معكم، نبدا معكم بهاد كوموندي الخنجر. يلا تبعوا معايا، هانتوما كتشوفوا. غنجي للوسط، علاش غنجي للوسط؟ باش نحل هكذا ونحل هكذا، ربما يكون الخيط مسر، الخيط متصل مع رشمه اخرى وتمشي ليا كلشي. كنجي للوسط هكذا وكنبدا نحل هكا، هانتوما تبعوا معايا المرحله ساهله. ها العقيق كيطيح هنايا، غيب شويه باش حتى الثوب ما يتخسرش ليك، هانتوما شتي. كنتمنى تكون الطريقه سهله، ورا كنحاول نبسط لكم الشرح باش تفهموا وتعموا الفائده. هانتوما الخيط انا حليتو، هانتوما الجلابه ما تخسرت ليا ما والو، شتو هانتوما شتو كيفاش. نكمل هاد شويه باش تتوب ما يوقع لكش فيه شي حاجه والكليانه ديالك تخسريها، وحتى الا ما كانش كلينه تكون جلابتك انت نيت باش ما تخسريهاش. نشوف هذا فين متصل، فين غادي، ما غاديش نجر ملي ما بغاش يتجر ليا، ما غنفورسيش عليه نجرو، غنقطعو من هنا ندير هكذا. نتوما اذا هاد العقده راه مشدوده في الثوب، السيده اللي خدمت هذا كانت كتشد شويه من الثوب وكتعقد. غنجي شويه العقده الرويس ديالها شويه هكذا، ها شويه هكذا، انا طيرت الراس، رجع هنا وغنجبدها بكل سهوله. شوف نجي لهنايا هكذا ونحل بشويه عليا على الخاطر، وبشويه باش الثوب ما يتخسرش لك. كنتمنى يكون التصوير واضح ليكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي كنقول لكم. هانتوما
بقى هذا غنجرو غير بشويه. ها دابا غنرجع نهز الكرايون ديالي. هاد الخنجر اللي يلاه حليت غنطراسي. ها هو كتشوف قربوا عندي تشوفوا توب كيفاش نطراسي. خاصني نجي جوست على داك النقاطي فين هذاك التقايب التقيبات الصغيره كنتمنى يكون كيبان لكم الطراساج فين كنمخشي الخيط. ها نتوما كتشوفوا غنجي جوست عليهم باش انا ملي نكون نخدم نحاول نجي الخيط والخدمه والعقيق فوق هذوك التقيبات باش ملي نكمل ما يبانش الديفو. فهمتوني؟ دابا غنطراسي هكذا غنتبع الخنجر فين غادي هكا. ها شو دابا انا ساليت من هاد الخنجر غادي نمشي لهاد الوريقه. صافي يلا تبعوا معايا ما نمشيش ديريكت للعقده غنجي نحاول من الوسط هكذا الخيط ندير ليه ها عاب شويه عليكم على التوب. كنتمنى ما توقعوش نتوما اصلا في هذا المشكل انه يكون خسر لكم العقيق. دابا ها نتوما راه ما يمكنش ليا نجرو. علاش ما يمكنش ينجرو لهنا ولا هنا؟ كنرجع كنلقى العقده هنايا العقده اوغزمو هي جرات هادي مشدوده مع التوب. راه الا جريتها غيتخسر لي التوب غيقدر يتسرب لي التوب يتسرب لي التوب يبان هنا الديفو. تبعوا معايا غير بشويه البنات هذا هو الهدف من هذا الفيديو هو كيفاش تبدلي العقيق الا لقيتي خاسر لك بجلابتك بلا ما تخسري التوب باحترافيه. ها نتوما بقى انا غدا وكناكل من الخيط غير بشويه. ها نتوما بقى غدا ها كناكل من الخيط وكنجرب واش تحل ولا مازال. ها نتوما غير بشويه ما نصرش من هنا راه ما بقى باقي واحد شويه وهنا هانتوما بلاتي واحد شويه باقي هنا مو فيه تاهو ونحيدو. ها انا حيدتو بلا ما خسر ليا التوب بلا ما تسرب ليا التوب بلا حتى مشكل الحمد لله. حد الساعه راه حنا غاديين مزيان شفتو. غنمشي غنطراسي الورقه ديالي الورقه ديالي هي هادي غنمشي للراس ديالها ندير لها غير واحد الخط هكذا. علاش هاد الخط؟ حيت ملي غنبغي ندير الورقه غنبدا بهاد هكا وغنمشي كيف وريتكم فيديوهات حتى اللي ما شافتش غنعاود مع نخدم معاكم نعاود نوريكم الفيديو عندي لكم. هذا الجزء الاول والجزء الثاني ديالو غير تبعوا حتى الاخر باش تستافدوا. اوكي انا دابا غنمشي نحل هنايا. هانتوما البنات العقيق شوف كيفاش بياض ليها كنتمنى يكون كيبان لكم بياض ليها بزاف. واش شراتها طالعه ولا نبتات؟ على ما نظنش نبات انسان كيخاف عنده ضمير ويدير شي عقيق ماشي هو هذاك راه حشومه. ايه واش غدير انا غادي نحل معاكم دابا الورقه حليتها معاكم وريتكم كيفاش دابا نحل معاكم هاد الموديل هذا كيفاش ما هانتوما كتشوفوا ما غنمشيش للعقده لا غيتنفس ليا التوب غنمشي للوسط كيف كنقول لكم ديما. ها نتوما ونبقى نجر الخيط. ها شتيش ها نتوما البنات هنا مشدود ليا مع التوب الوغ ما نترش. ها نتوما البنات الخيط مشدود مع التوب غير بشويه بشويه بشويه. ها نتوما كنتمنى تتبعوا غير هادشي اللي كنقول لكم وغادي تنجحوا ان شاء الله توليو حتى نتوما ما تبقاوش مبتدئات ولي محترفات. هذا كيبان ليا مزير بزاف غادي نقص منه الخيط بحال هكذا ونعطيها الخاطر بشويه ما بغاش يتجر غنقص من الخيط. ها نتوما شوف
ما نقربش الخيط الاخر، حيت الاخر ما غاديش نحلو ليها، غنحلها غير الموفي. هانتو الخيط الاخر ديال الانواع الاخرين ما نقربش ليهم، اللي ملي ما كيبغيش يخرج ليا كنمشي كنقص منه هنايا. شوف هانتوما البنات، وهذه هي الطريقه، تبعوا الطريقه اللي قلت لكم. وهانتوما غادي دابا هنا باليا العقده شاده في الثوب، نحيد العقيق ونحبك هاد، نحيدو بلوطو ماشي نحبك، نقص منه هكا ونرجع هكا بتفرش. شوف كيفاش العقده شاده في الثوب، بحال دابا هادي لانصرتيها عاد اش غنقول لك، غيتنصل الثوب، يتنصل ويولي عيب هنايا، غيولي عيب، والكليانه ثاني غتفقدي الكليانه ديالك، اولا حتى جلابتك، ماشي غير الكليانه، حتى جلابتك تخسري لها الثوب ديال هاد الكريب كيبغي الخاطر. هانتوما بقى غدا وكناكل من داك العقده، شفتوا وكنعاون بيدي، ها كناكل من العقده ونعاون بيدي، ها 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 شو ها. هانتوما شو كيفاش دابا هاد الشويه اللي حيدت غنطراسي، حيت هنايا بانت ليا هادي ربما نلقى هنايا مشكل شي حاجه، غنطراسي بليطو بعدا هذا نحدو. يلا حيدتو شتو، كنخدم وكنطراسي بلايون يكون حداك، طباشير ولا كرايون هذا، اولا كاينه واحد اشكل صابونه كيتباع عند مول العقيق خاص ب خاص بالطراسه كطراسي بيه. هانتوما البنات هادي ما بغاش يتجر ليا، الا ما بغاش يتجر عيب شويه ماشي الاخر. هانتوما هانتوما وهادو اللي كيستعملوا العقيق مغشوش الله يهديهم وصافي، اولا ربما حتى هي النباته مسكينه ما عارفه شراتو على اساس انهم ماتصونو. راه فايت قلت لكم البنات، فايت قلت لكم في واحد فيديو كنت صورته معكم وريتكم الطريقه كيفاش ديري تعرفي على ان العقيق واش ماصونو ولا ماشي ماصونو. كتستعملي ليه الخل، كتشدي مثلا شويه ديال العقيق بحال هكذا بين يديك تكبي عليه الخل، شتي كتبقاي تفركيه 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 تفركيه، راه كتشوفيه كيبيض اوتوماتيكمون كيبيض، اولا ديري ليه جافيل شويه هكا فركيه خليه في جافيل، اولا خليه مثلا شي برودوي وصافي هكا كتحكي كيبدا كي، اولا الريحانيات كتبيضو في بلاصه راه اللي مغشوش مغشوش. اما الماتسون والفغي راه ما تخافوش منه، ما تخافوش منه، خاص البائع ديال العقيق يكون فيه الثقه وصافي، تشوفي شي واحد فيه الثقه وتبقاي تعاملي معاه. هانتوما البنات ما حدد شويه حيدتو حتى هو نطراسيه، شتو هانت انا غدا كنحيد في الخيط وكنطراسي. غنكمل معاكم هادي باش ما نطولش معاكم ونحبس الفيديو حتى نرجع معاكم تاني ان شاء الله باش نوريكم كيفاش ديروا تخدموها. هانتي كيفاش ديروا تخدموها، وواحد راه خصها تجي في نفس العبار اللي كانت خدمه به السيده. مثلا انت الخدمه ديالك غليظه كتغلضي الخدمه، ما يمكنش تجي غليظه، خصها تتبع الرشمه باش ما يبانش مخالف على هذا، خاصو يتخدم كيف كيف كان في الاول بهاد اللوايه. هاد اللوايه شويه ماشي رقيقه كنظن، هادي اللوايه شويه عريضه، خاص ملي تعاودي تخدمي تعاودي تخدميه نفس العبار. فهمتوا البنات؟ يلا خلينا دابا في هاد الحلقه ديال هذا، حتى الفيديو الاخر نعاود نشرح لكم مازال ان شاء الله نوريكم واستافدوا. هكا جاتني شي فكره انا كنشاركها معاكم وصافي، نستافدوا مجموعين تعم الفائده. هذه بان ليا ما بغاش يتجر، ما نجروش، نمشي هنا بشويه ونحيدو بشويه عليا، عطيو الخاطر البنات الثوب ديال الكريب خصو الخاطر. ها هي تحلت الراس، هذا الخيط غادي يتابع راسو. دابا بقات لي هاد العقده هادي
ندير معها الخاطر. والمشكله البنات كانت مشدوده مع الخيط الاخر، شفتوا هانتوما. غنعطيها الخاطر بشويه، كنقص منها نقص منها، ما خصنيش نقيس الخيط الاخر، خصنيش نقيس الخيط الاخر. هانتوما البنات هكذا بشويه، ها الحمد لله تفكات بخير. نزيد ثاني هادي هكذا، هانتوما البنات تفكات بخير. باقي شي شويه شويه، الحمد لله رجع هنايا. صافي كيف ما درت هنا غندير هنا، غنرجع عند راسي هاد الشويه اللي هانتوما البنات تبعوا معايا، رجع عند راسي هاد الشويه اللي حليت، فهمتوا كيفاش قلت لكم الكرايون خصو يكون حداك. دابا غتحل لكم شي جلابه كامله، هذا ترجعي تبغي تخدميها تلقاي راسك تمسحو ليك، تمسح ليك التراساج ديال العقيق، غتغيري الرشمه فهمتوا. ها نتوما هكذا، ايوا كما درت هنا غندير هنا، وكما درت هنا غندير هنا، والوريقات ها هما خدمت معها حليتها معاكم. ايوا اللي درت هنا غندير في هذه، حتى الرشمه نيت معاوده معاوده راسها. اوكي ها نتوما كتشوف، هانتوما رشيمة، حتى هاد لاكولوغ تغيرت ليها، راه مبقاتش دوغي، شتي كيفاش خسر ليها العقيق. المهم البنات نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، واللي ما دارتش ابوني دير ابوني، وديروا لايك، وخليوا ليا كومونتير إلا عندكم شي ملاحظة خليوها ليا، ونشارك معكم فكرة، ونتمنى ونستافدوا مجموعين وفرجة ممتعة.